بسم الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلا زال الحديث مستمرا عن أحكام الصيام، وتم الفراغ من الفصل الأول، واليوم بإذن الله الفصل الثاني، وهو أحكام المفطرين، أي في شهر رمضان، وهم على سبيل الإجمال ثلاثة، وهم ثلاثة أقسام على سبيل الإجمال: المريض، والمسافر، والحائض النفساء. ولكن المصنف رحمه الله فصل فيهم وجعلهم أربعة أقسام، فأضاف المرضع والحبلى، وإن كانتا يلحقان بالمريض فهما في حكم المريض، ولكنه فصل رحمه الله لأن هذا المتن جعله لمن هو سائر في الفقه في أول طريقه. ومن رحمة الله عز وجل بعباده أن هذا الفضل العظيم في شهر رمضان من لم يستطع أن يصومه منهم من أذن الله عز وجل له في قضائه، ومنهم من يقضي ويكفر، ومنهم من لا يقضي مطلقا وإنما عليه التوبة إلى الله عز وجل، وسيأتي بإذن الله تفصيل ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحابته أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أحسن الله إليكم شيخنا وغفر لكم ولنا ولوالديكم ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال المؤلف عليه رحمة الله في كتابه عمدة الفقه في كتاب الصيام: باب أحكام المفطرين في رمضان، ويباح الفطر في رمضان. نعم، قال ويباح الفطر في رمضان، هذه عبارة مجملة، لأنه كما سيأتي في من ذكرهم لا يباح له الفطر، وإنما يجب عليه الفطر، وهي الحائض والنفساء، وكذا المريض إذا كان يشق عليه الصوم فيجب عليه الفطر كما سيأتي. لذلك لو قال المصنف والذين لا يجب عليهم الصوم لكان أولى في العبارة. نعم، أحسن الله إليك. ويباح الفطر في رمضان لأربعة أقسام. نعم، أحدها الفطر في رمضان، هنا يتحدث عن الفطر في شهر رمضان، ويلحق به في أحكامه، في بعض أحكامه، من قضى شهر رمضان وحصل له المفطر في القضاء. وقلنا في بعض أحكامه، لأنه لو كان رجل يقضي يوما من شهر رمضان ثم وطئ زوجته في غير رمضان وهو في قضاء رمضان، على القول الراجح ليس فيه كفارة، لأن الكفارة كما سيأتي هي احترام لشهر رمضان. لذلك قيده المصنف رحمه الله بالمفطرات هنا في شهر رمضان. نعم، أحدها نعم المريض الذي يتضرر به، قال على أربعة أقسام، وقسمه المصنف بهذه الأقسام الأربعة باعتبار الحكم، فجمع كل صنف يتفقان في حكم واحد جعلهما صنفا واحدا، وإلا في الأصل تعود إلى ثلاث أقسام فقط، بينما فرقها لاختلاف الحكم فيها، وهذا من بديع تصنيفه رحمه الله. نعم، أحسن الله إليه. أحدها المريض الذي يتضرر به. نعم، الأول الذي يجب، الأول من القسم الأول الذي يجب عليه الفطر، قال المريض، وقيد المريض بقوله الذي يتضرر به، وفي الأصل أن المريض إذا أطلق فهو يطلق على من يحصل عليه مشقة بسبب هذه العلة، وإلا في المرض اليسير كالزكام ونحوه، فالأمراض اليسيرة قلما يخلو منها شخص. لذلك قال الذي يتضرر به فقط للبيان، ولو لم يذكره لكفى، فالمراد بالمرض الذي
يشق عليه الصوم أو يؤخر برء الصوم أو يزيد من المرض بسبب الصوم، ثلاثة في أحد ثلاثة أسباب، ولو اجتمعت جميعا تكون الفطر أيضا أو أوجب. فهذا الصنف الأول هو المريض لقوله سبحانه ومن كان منكم مريضا أو على سفر. نعم هذا المريض، فسيأتي الحكم فيه أنه قال فالفطر في حقه أفضل، يعني إذا كان فيه مشقة لكن لا يتضرر به، لكن إذا كان يتضرر فيجب لقوله سبحانه ولا تقتلوا أنفسكم. فإذا كان المريض لا يشق عليه الصوم يستطيع، فسيأتي المصنف رحمه الله قال الفطر في حقه أولى لعدة أسباب. الأمر الأول لتعجيل العبادة فيه وسقوطها من ذمته لقوله سبحانه فاستبقوا الخيرات، ولأن أداء العبادة أداء أفضل من كونها قضاء، ولما يحصل للصائم من فضل كبير حال صيامه في شهر رمضان من دعوة مستجابة في حال صيامه، ولأن الصوم في الزمن من الشهر الفاضل أفضل من الصوم في غيره، وأيضا لتعجيل براءة ذمته. أما إذا كان يشق عليه الصوم فالفطر في حقه أولى، وإذا كان فيه مشقة فيها ضرر فيجب الفطر. نعم أحسن الله إليه. والمسافر الذي له القصر. نعم قال المسافر الذي له القصر، هنا قيد المسافر بالذي يترخص برخص السفر، والمراد بذلك إذا كان السفر أكثر من مرحلتين، والمرحلة 40 كيلو. والمراد بالمرحلة لأن سير الإبل وسير الإنسان في اليوم والليلة 40 كيلو مترا، هذا أقصى ما يمكن أن يكون في الشيء المعتاد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع سار من مكة من المدينة إلى مكة في 10 أيام، كل يوم يسير 40 كيلو مترا، والمسافة بينهما 400 كيلو. فمن سار مرحلتين، يعني مرحلتين، يعني يسير 40 كيلومتر في يوم ويرتاح، هذه مرحلة، ثم يسير ويرتاح، هذه مرحلة أخرى. فإذا زاد السفر عن مرحلتين، فإذا زاد السفر عن مرحلة في زاد، فإذا زادت المسافة عن مرحلتين فهنا وهو ناوي للسفر فيترخص بأحكام السفر. والشرط الثاني عند المصنف وعند الحنابلة كما سيأتي، إذا كان السفر لا يزيد مدة إقامته عن 4 أيام، فإذا زاد عن 4 أيام فإنه لا يترخص برخص السفر إذا وصل إلى البلد الذي هو فيه، أما في الطريق لا فهو مسافر. الدليل على ذلك لأن استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح مكث 4 أيام صلى فيها 20 فرضا، ثم بعد ذلك سار إلى حنين، فكان خلال هذه الفترة 4 أيام كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصر الصلاة في مكة، فقالوا إن عمل النبي صلى الله عليه وسلم هذا يقين قصر، فقد يكون لو زاد عن 4 أيام لا يقصر. وما عند الأحناف فإن كل سفر يصح إطلاق العرف عليه ذلك فهو سفر، وإن مكث الشخص أسبوعا أو أسبوعين لقوله سبحانه وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فلم يذكر الله عز وجل
زمنا محددا للإقامة، لكن إذا عزم الشخص الإقامة في بلد مثلا للدراسة ونحوها أو العمل، فإذا كان يطلق عليه عرفا أنه استقر هناك فتجري عليه أحكام المقيمين، مثل لو أن شخصا سافر للعمل إلى المدينة مثلا وهو يريد أن يجلس فيها سنة وهو من أهل مكة، فنقول لو سئل الشخص هذا الذي ذهب إلى المدينة أو أهله أين والدكم، فإذا قالوا استقر في المدينة، إذن العرف أنه استقر في المدينة. ما إذا يريد أن يذهب فقط أيام يسير لقضاء حاجة هناك ويعود فسوف يقول أنه مسافر وسيعود وعليه. فلو أجرينا أن كل من سافر لعمل أو لدراسة أنه يقصر لكان أكثر من 90% من كل بلد غالبا يقصرون الصلاة، لأن غالب البلدان أو المدن الكبيرة ليسوا من أهلها. لو جرى هذا الحكم وفي هذا فيه تساهل كبير في الأحكام، فيكون الضابط إذن العرف. من ذهب يدرس سنة سنتين نقول هذا عرف أنه سكن هناك، فإذا أتى لأهله للزيارة وسيعود فنقول مكان أهله هو السفر وإقامته هو مكان دراسته أو مكان عمله ونحو ذلك. وقال المصنف عن السفر الذي ترخص فيه يشير بذلك أيضا إلى أن يكون إلى أن من شروط القصر أو الفطر في رمضان أن يكون سفر طاعة لا سفر معصية. فمثلا لو شخص عزم السفر إلى بلد آخر ليسرق أو ليشرب خمرا ونحو ذلك، فعند الحنابلة لا يجوز له أن يترخص برخص السفر، لأن هذه الرخص جعلت معينة للطاعة لا للمعصية، فإذا عزم على معصية يعامل بنقيض قصده فلا يترخص. ولكن الراجح حتى لو سافر فيه معصية فإنه يترخص وإثم سفره يأثم عليه، لكن تبقى له الرخص، لأن الأحاديث لم تفرق بين المسافر المعصية أو لغير معصية، كما في حديث حمزة بن عمر إنما هي رخصة من الله، يعني الفطر في رمضان. نعم أحسن الله إليكم. قال المؤلف فالفطر لهما أفضل. نعم، يعني الفطر للمريض والمسافر أفضل من الصوم، لكن في ذلك تفصيل. فقد أتت حديث أن من صام في السفر فهو عاصم، كما قال المسلم أولئك العصاة لما صاموا في السفر. وفي حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري قال لم في السفر لم يصم إلا النبي صلى الله عليه وسلم وابن رواحة. وفي حديث ثالث أن حمزة بن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيام في السفر قال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر، فإنما هي رخصة من الله. فالأحوال إذن ثلاثة: إذا كان الصوم يشق عليه ويتضرر بذلك فهو عاص لقول المسلم أولئك العصاة، وإذا كان الصوم مستوى في حقه سواء صام أو لم يصم فهذا مخير بين الصوم والإفطار لحديث حمزة، وإذا كان الصوم ما يشق عليه فالأفضل في حقه الصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه صام في أسفاره، كما ثبت عنه أيضا أنه أفطر لك على التفصيل السابق.
والمريض إذا كان المرض فيه ضرر عليه يجب عليه الصوم، وإذا كان الأمر في حقه سيان فيصوم. نعم، أحسن الله إليكم. وعليهما القضاء. نعم، مثل ما قال عز وجل: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يعني بعدد ما أفطر يصومها في أيام في غير أيام في غير أيام بعد أيام شهر رمضان. نعم، أحسن الله إليكم. فالفطر لهما أفضل وعليهما القضاء، وإن صاما أجزاءهما. نعم، يعني لو مسافر يشق عليه الصوم لكنه خالف الرخصة وصام، نقول يصح صومه ولا يلزمه القضاء. وكذلك المريض لو صام والصوم في حقه مشقة يصح في حقه، لأنه أدى ما أمره الله عز وجل به، وإنما جعلت هذه الأحكام لمصلحته وتيسيرا عليه، فإذا خالف هذا اليسر لو فعله يجزي عنه. نعم، أحسن الله إليكم. الثاني الحائض والنفساء. نعم، الحائض والنفساء، وهو قال في السابق في مطلع الفصل يباح لكن يجب، والدليل على ذلك حديث أبي سعيد في صحيح البخاري: أليست إذا حاضت المرأة لا تصلي ولا تصوم فذلك من نقصان دينها؟ لأن نقصان الدين على قسمين: قسم ليس للمرء فيه سبيل كالحيض والنفس، وهذا لا يلام عليه، لا تلام عليه المرأة، وإنما شيء وضعه الله عز وجل عليها. وقسم بإرادة الإنسان مثل فعله للسيئات، وهذا مذموم، من يعصي الله ورسوله تعدى حدوده يدخله نارا. والقسم الأول وهو قسم الحيض والنفساء لا تلام على الفطر وعلى ترك الصلاة، لكن نقصان في حقها في أمر دينها. نعم، يعني أن من أسباب كمال الرجل على المرأة أن الرجل يصلي طوال العام، أما النساء فغالب من يحيض من تحيض حيضتها المعتادة تدع ربع أيام السنة لا تصليها، فهذا نقص في دينها لكن ليست ملامة عليه، وفيه رفعة للرجل لأن الله عز وجل رفعه بأداء الصلوات طوال العام، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم، الحائض والنفساء. الحديث أبي سعيد فيه الحيض والنفاس تقاس عليه بالإجماع، إذا نفست المرأة لا تصوم بل يحرم عليها الصوم ويجب عليها القضاء. النفاس بعد الولادة أو ما كان بعد الولادة أو ما كان قبل الولادة بشيء يسير، فبعض النساء قبل الولادة بساعات ينزل عليهن دم النفاس، فنقول هذا من النفاس، تترك الصلاة وكذلك الصوم، أي أنه لا يلزم أن النفاس هو ما كان بعد الولادة فحسب، بل ما كان قريبا منها كما ذهب ذلك شيخ الإسلام رحمه الله. نعم، أحسن الله إليكم. قال المؤلف: تفطران وتقضيان. يعني يجب أن يفطر ويجب أن تقضي، لأنه شيء أوجب الله عز وجل عليهن، وتؤمر بقضاء الصيام ولا تؤمر بقضاء الصلاة لحديث عائشة: كنا نؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة، والسبب في ذلك أن الصلاة متكررة ففيه مشقة على المرأة لو كانت تقضي ما مضى عليها من صلوات، وهذا من تيسير الله عز وجل لهن. نعم، أحسن الله إليكم.
قال المؤلف: تفطران وتقضيان، وإن صامتا لم يجزئهما. لم يجزئهما لأنه معصية، فيجب عليها أن تقضيه، لأنه فعلت ذلك الفعل وفيها مانع من أداء تلك العبادة. نعم، أحسن الله إليكم. الثالث: الحامل والمرضع. نعم، الحامل والمرضع. فيه تفصيل من ناحية الصوم ومن ناحية الكفارة. أولا، الحامل والمرضع تحمل على المريض، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وأيضا أتى فيها نص صريح، قال ليس السفر، النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس السفر ينقص الصلاة ويفطر فيه المريض والمسافر والحبلى والمرضع، فتقاس. ووجود أيضا نص، وقلنا وجود تقاس لأن من ذهب إلى تضعيف هذا الحديث نقول عندنا حكم تلحق به. والحامل والمرضع إذا كان يشق عليها الحمل تفطر وتقضي فقط، وإذا كان والمرضع إذا كان يشق عليها الصيام من أجل ولدها تفطر وتطعم، وسيأتي تفصيل ذلك أكثر. نعم، أحسن الله إليكم. إذا خافتا على أنفسهما أفطرتا وقضتا. نعم، إذا خافتا على نفسهما يعني من غير خوف على ولديهما، فما دام تخاف على نفسها فقط فهي كالمريض، تفطر وتقضي. وإذا كان الحمل لا يشق عليها تصوم، وكذلك المرضع إذا كان لا يشق عليها الرضاعة تصوم، أما إذا كان يشق فتفطر، وسيأتي التفصيل في الكفارة. نعم، أحسن الله إليك. وإن خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا. يعني الحامل إذا خشيت على نفسها إرهاق الحمل، وخشيت أيضا الجنين يتضرر أو يموت من قلة الأكل أو الشرب، هنا معها طرف آخر وهو الجنين، فعن نفسها تفطر وتصوم، ومن أجل هذا الجنين تكفر تطعم. وكذلك المرضع إذا كانت تخشى ضرر على الجنين من قلة الأكل أو الشرب، يقل لبنها، تفطر وتقضي عن نفسها وعن الجنين تطعم. وهذا قول ابن عباس رضي الله عنه. بعض أهل العلم ذهب إلى أنه ليس هناك كفارة، ليس هناك إطعام إذا أفطرتا وخافتا على ولديهما، لأن الله عز وجل لم يذكر ذلك. ومن كان مريضا أو على سفر في عدة من أيام أخر بإطلاق من غير كفارة في ذلك، والأحوط لو كفرت فهو أحوط لها. نعم، أحسن الله إليكم. الرابع: العاجز عن الصيام. العاجز عن الصيام من أجل الكبر في السن، سواء كان ذكرا أو امرأة عجوز، فإنهما يفطران أيضا وعليهما الفدية كما سيأتي. العاجز عن الصيام لكبر أو مرض لا يرجى برؤه
فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا. نعم، المرض ينقسم إلى قسمين. القسم الأول إذا كان مأيوس من صحته، من يعني مرض وقرر أهل الخبرة أو هو يعرف من حاله أن هذا المرض لن يزول، مثل المريض بالسرطان أو بالكبد ونحو ذلك، فهذا إذا كان يعرف من حاله لن يصوم في حياته فيصوم فيفطر ويطعم، كما قال سبحانه ففدية من طعام. قال ابن عباس هذه في حق الشيخ الكبير والمرأة المسلمة، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، والمقدار في ذلك يخرج نصف صاع من طعام أهل البلد، يعني كيلو ونص من الأرز مثلا أو من التمر أو الأقطة أو الزبيب أو ربع صاع من بر، يعني كيلو إلا ربع من البر، لأن البر أنفس. وإذا كان هذا المريض غير ميؤوس منه، وإنما مثلا أصابته سخونة في شهر رمضان أو حمى فأفطر 3 أيام، فهنا يفطر وعليه القضاء دون فدية، لقوله سبحانه من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. نعم، أحسن الله إليك. قال المؤلف وعلى سائر من أفطر القضاء لا غير. وعلى سائر، مراد بسائر يعني البقية وليس سائر الجميع، يعني وعلى بقية من ذكر مثل من أفطر عمدا في نهار رمضان، فهذا ليس عليه الكفارة، وكذلك الحيض والنفساء ليس عليها كفارة، يعني أن القسمين الثالث والرابع هو لديه الكفارة فقط، أما الأول والثاني مع المفطر عمدا لا كفارة عليه. نعم، فلو أن الشخص أفطر في 3 أيام عمدا نقول عليه الصوم وليس هناك كفارة، وأما تعزيره فهذا أمر آخر، فللإمام أن يعزره. كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يجلي 30 صوتا على من أفطر في نهار رمضان عمدا. أحسن الله إليك. وعلى سائر من أفطر القضاء لا غير إلا من أفطر بجماع في الفرج. نعم، هذا له كفارة أخرى، وهو الجماع في نهار شهر رمضان، أما الجماع في غير شهر رمضان حتى ولو كان في قضاء لقضاء رمضان فليس عليه كفارة، لأن الكفارة لحرمة الشهر. وما ذكره المؤلف يعني وعلى سائر يعني من تقدم، وأما كفارة أخرى وهي كفارة الجماع، والجماع في نهار رمضان هو أعظم المفطرات إثما وأشدها كبيرة، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح البخاري ومسلم أن رجل أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت وأهلكت، فقال صلى الله عليه وسلم ماذا صنعت؟ قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان. قال هل تجد رقبة؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. وفي رواية وهل أوقعت ما وقعت فيه إلا من الصيام. فقال هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. فمكث النبي صلى الله عليه وسلم مليا، فأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بطعام من فرق أي مكتل، فقال أين السائل؟ فأتي به فقال أطعمه 60 مسكينا، فقال الذي بعثك بالحق ما بين الحرتين أفقر مني، فبضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، فقال تصدق به على نفسك وأهلك. وهذا يدل
هو فعل ذنب واتاه رزق، فيدل أن الشخص إذا عرض ذنبه على الكتاب والسنة يرزقه الله عز وجل من حيث لا يحتسب. فوطئ امرأته تمتع في نهار رمضان واتاه طعام. نعم، أحسن الله إليكم. فإنه يقضي ويعتق رقبة. نعم، يقضي لأن صومه فسد، وفي بعض الروايات هو يقضي يوما، لأن بعض العلم يرى أنه يكفر ولا يقضي، لكن هذا اليوم فسد ولفساده يقضيه ويكفر. نعم. فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. نعم، أحسن الله إليك. فإنه يقضي ويعتق رقبة. نعم، ويعتق رقبة. قد لا يعرف الآن في وجود عتق رقبة، وسبب الرق هو الكفر بالله عز وجل، وأحكام الرق تجري على من كان هذا هو السبب بالأسر. فأصل الرق حرب إذا أقيمت بين المسلمين وبين الكفار، كل من يأسره المسلمون من المشركين فهم رقاء، ولو تزوج هذا الرقيق الذي هو أصله أسير أيضا أولادها رقاء، فدل على شؤم الكفر بالله، وقد يصل إلى ذريتك والعياذ بالله. وإذا كان الرجل رقيقا حكمه كأحكام الأموال الأخرى، يباع ويشترى، وكذلك الجارية تباع وتشترى وهكذا. وأصل الرق بسبب أنه قاتل مع المشركين ضد المسلمين، لذلك أصل الرق الكفر بالله عز وجل. ولا يعرف الآن أرقى لأنهم أعتقوا عام 1395 هجري بناء على اتفاق بين دول العالم. نعم. فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. نعم، يصوم شهرين متتابعين لا يدخل فيها أيام سفره ولا أيام العيدين، لا يدخل فيها أيام سفره ولا أيام العيدين ولا أيام التشريق، وكذا أيام مرضه. فلو صام شهرين إلا يومين أفطر فيهما عمدا من غير عذر يعيد الصيام. وهذا يدلك على عظم جناية الوطئ في شهر رمضان، ويدل أيضا على حرمة شهر رمضان العظيمة عند الله عز وجل، فجعلت فيها هذه الكفارة الشديدة. فالنوع الأول والثاني من الكفارة نفس كفارة القتل، ونفس كفارة أيضا الظهار. والله قال عن الظهار وإنهم يقولون منكرا من القول وزورا، وقال عن القتل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. نعم نعم، أحسن الله إليكم. فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. نعم، يطعم 60 مسكينا كما سبق، لكل مسكين نصف صاع أو ربع صاع من بر. ولو جمع 60 مسكينا في يوم واحد وغداهم أو عشاهم يجزئ، أما أن يعطي شخص واحد كل يوم الكفارة لا يجزئ، وإنما لابد من العدد 60 مسكينا. نعم، أحسن الله إليك. فإن لم يجد سقطت عنه. نعم، لأن الله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إذا لم يجد فهو معذور في ذلك. والمسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. نعم، أحسن الله إليكم. فإن جامع ولم يكفر حتى جامع ثانية. نعم، الآن إلا يذكر لو كرر الجماع، والجماع لا يخلو، إما أن يكون في يوم واحد وإما أن يكون في أكثر من يوم. فإن كان في يوم واحد يعني جامع الظهر
ثم جامع العصر فلا يخلو أيضا أن يكفر بعد الجماع الأول، فلو كفر بعد الجماع الأول ثم بعدها بساعة وقع على امرأته نقول الكفارة الأولى تكفيه، لأن اليوم أصلا فسد بالصيام وعليه قضاء يوم واحد. أما إذا كرر في اليوم الأول من رمضان جامع وفي اليوم الخامس جامع نقول لكل يوم كفارة. نعم أحسن الله إليكم. فإن جامع ولم يكفر حتى جامع ثانية فكفارة واحدة. نعم، لأن حكم اليوم الواحد في الجماع له كفارة واحدة فقط. نعم أحسن الله إليك. فإن كف في نقص في المتن، في نقص المتن اقرأ بس اقرأ. نعم يكمل. أحسن الله إليك. فإن كفر ثم جامع فكفارة ثانية. نعم، هذا القول الثاني، لو جامع الظهر ثم عاد مرة أخرى فرواية أخرى التي ذكرها المصنف أن عليه كفارة، لكن الراجح مثل ما ذكرنا لكم أن اليوم فسد، فلو جامع فيه 10 مرات لا يتلزمه سوى كفارة واحدة. نعم نعم أحسن الله إليك. وكل من لزمه الإمساك في رمضان فجامع فعليه كفارة. يعني معنى هذا من لزمه الإمساك مثل مسافر قدم إلى بلده، يعني سافر بعد الفجر وأفطر ثم قدم إلى بلده بعد العصر هو وزوجته، فالرواية عند الحنابلة أنه يمسك بقية اليوم، ولو وقع منه شيء من الجماع يلزمه كفارة الجماع، لكن القول الراجح أنه لا يلزمه الإمساك لأنه لا فائدة منه الإمساك، فقد أذن الله عز وجل بالفطر فيكمل فطره لكن لا يفطر جهرا، ولو جامع فلا بأس لأنه قد ترخص في بداية يومه برخص الله عز وجل بالفطر. نعم أحسن الله إليك. ومن أنا قلت لك زوجته مسافرة معه. نعم نعم أحسن الله إليك. ومن أخر القضاء لعذر حتى أدركه رمضان آخر. نعم، الآن انتهى ممن يفعل شيء في رمضان سواء صوم رمضان أو يفطر لعذر أو فعل شيئا منه من الجماع فيه من المكفرات، الآن يأتي إلى أحكام القضاء، وأحكام القضاء تنقسم إلى أقسام. القسم الأول لو أخر القضاء إلى ما بعد رمضان الآخر، مثلا شخص أفطر في رمضان العام الماضي 1436 ثم أتى رمضان الحالي 1437 وهو لم يصم، لا يخلو إما أن يكون بلا عذر وإما أن يكون لمرض وإما أن يكون مات، ولكل واحدة حكم كما سيأتي. نعم. ومن أخر القضاء لعذر حتى أدركه رمضان آخر فليس عليه غير القضاء. يعني لو شخص مريض من عام وأفطر 5 أيام من عام 1436 واستمر مرضه حتى أتى رمضان 1437 ثم بعد رمضان 37 شفاه الله، هذا ليس عليه سوى القضاء. نعم، لأن الله يقول من كان منكم مريض أو على سفر فعدة من أيام أخر. نعم. وإن فرط أطعم مع القضاء لكل يوم مسكينا. نعم، وإذا فرط يعني صام أفطر 3 أيام من عام 36
وأتى عام 37 هجري بعد 1400 وهو لم يقضي ذلك. ثم بعد شهر رمضان الآخر أراد أن يصومها فيصوم فيقضي مع إطعام لكل يوم مسكين لتفريطه في ذلك لقول ابن عباس رضي الله عنه في ذلك أن من أدركه رمضان الآخر فعليه كفارة. نعم. وإن ترك القضاء حتى مات لعذر فلا شيء عليه. هنا الموت وإذا مات لا يخلو إما أن يكون بعذر وإما أن يكون بلا عذر. إذا كان بعذر مثل شخص أصابه سرطان عام 1436 ثم بعد سنة وستة أشهر مات وهو لا يستطيع أن يصوم فهذا لا شيء عليه. وإذا كان مات بلا عذر فعلى قول المصنف كما سيأتي يطعم، وعلى القول الصحيح أنه يصوم عنه أولياؤه لقول المسلم أن مات عليه صيام صام عنه وليه كما سيأتي. نعم. أحسن الله إليه. وإن ترك القضاء حتى مات لعذر فلا شيء عليه. نعم. وإن كان يعني مريض حتى مات هذا ما عليه شيء، يعني لا يستطيع أن يصوم ولا تلزمه الكفارة لأن أصلا سيقضي. نعم. أحسن الله. وإن كان لغير عذر أطعم عنه لكل يوم مسكينا. نعم. أطعم عنه لكل يوم مسكين لقول ابن عباس رضي الله عنهما أيضا أنه يطعم عن مات كل يوم مسكين. والصحيح أو الراجح أن من مات وعليه صوم بلا عذر يعني مات وهو لم يصم وليس معذورا في ذلك فإنه يستحب لأوليائه أن يصومون عنه، والمراد بأوليائه أي من يرثه لقول النبي صلى الله عليه وسلم من صام من مات وعليه صيام صام عنه وليه. نعم. أحسن الله إليك. إلا أن يكون الصوم منذورا. الصوم منذورا. إلا أن يكون الصوم منذورا على قول المصنف إذا كان الصوم منذورا يصوم عنه أولياؤه لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم من مات عليه الصيام صام عنه وليه قال الإمام أحمد هذا في النذر وجعلوه مذهبا لهم. وذهب بعض العلم إلى أن تقييد هذا الحديث السابق بالنذر لا دليل عليه، والأصل في الحديث الإطلاق ولا يقيد إلا بمقيد من الكتاب والسنة. فالمصنف فصل أن الذي يصام عنه أولياؤه إذا كان الصوم منذورا، مثل لو قال شخص لله علي نذر أن أصوم 10 أيام ومات وهو لم يصمها يصوم عنها أولياؤه. ولكن سبق لكم أن الراجح هذا الحديث عام وليس فيه شيء من النذر، فمن مات عليه صوم سواء كان نذرا أو غير نذر إن يستحب لأوليائه أن يصوموا عنه. نعم. وكذا أحسن الله إليك. فإنه يصام عنه وكذلك كل نذر طاعة. نعم. وكذلك كل نذر طاعة فإن أولياءه يؤدون عنه ذلك، مثل لو قال شخص نذر علي أن أحج ومات فإنه يحج من ترك عنه من تركته. فالقاعدة كل منذور سواء كان صوما أو غير صوم فإنه لا يسقط، فإن كان صوما
يصوم عنه أولياؤه وإن كان غير صوم يؤدى عنه من تركته، وإذا لم يكن له تركة فأمره إلى الله، ولو أدى أحد من الورثة عنه شيئا أو غير الورثة أجزى عن ذلك. والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى صحبه أجمعين.